أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. هذا هو الدبور الأسيوي العملاق، أضخم أنواع الدبابير التي تعيش على سطح كوكب الأرض. هذه الحشرة قادرة على مضغ جلد الإنسان وقتله بعدة لدغات، حيث يقتل هذا الدبور ما يصل إلى 50 شخصا سنويا في اليابان موطنه الأصلي، لكنه الآن يصل إلى أمريكا للمرة الأولى. يبلغ طول هذا الدبور مشاهدينا حوالي 5 سنتيمترات، ويبلغ طول إبرة هذا الدبور 5 مليمترات، وتحمل هذه الإبرة سمية تعادل سمية الأفعى، وأيضا 7 لدغات منه كافية لقتل الإنسان. دعوني أبتعد عنه قليلا في ضوء هذه المعلومات. وتتمتع هذه الدبابير بوجه شرس وعيون جاحظة مثل العناكب، وخطوط برتقالية وسوداء تمتد إلى أسفل أجسادها مثل النمور، وأجنحة متموجة مثل اليعسوب. وعلى رغم ذلك مشاهدينا، فإن هذا الدبور لا يهاجم الإنسان بالحالات الطبيعية حمد لله، لكنه يهاجم دون هوادة عندما يتم استفزازه أو العبث في خليته من قبل البشر، وفي بعض الأحيان بسبب رائحة عطر قوية أو القرب من مساكنه. وتستخدم الدبابير الأسيوية الفك السفلي، وهو على شكل زعانف سمك القرش المسننة، للقضاء على خلية نحل كاملة خلال ساعة فقط ربما أو ساعات. وأيضا يقوم هذا الدبور بقطع رأس النحل والطيران بعيدا لإطعام صغاره كذلك.